بعد الام قبل ما تسمع بعد الان اللي هتسمعها النهاردة، بطلب منك ياريت تفتكر احداث بعد الان اللي كانت بعنوان واقع افتراضي الفك المفترس، وتعالوا نسمعها علشان نفتكرها مع بعض، علشان ليها تكملة. لو بتسمعنا على الهواء على الراديو 90 90، يبقى هتسمعها معانا حالا الحلقة الأولى، وبعد كده هنسمع الحلقة الجديدة. هفكرك بالحلقة الأولى علشان حكيناها بقالنا كتير. لكن لو بتسمعنا على يوتيوب، يبقى هتدور على بعد الآن 16 واقع افتراضي الفك المفترس، تسمعها الأول علشان اللي جاية دي مرتبطة بيها ارتباط وثيق. معلش أقولك تاني، لو بتسمعني على يوتيوب أحمد يونس، قناة أحمد يونس على يوتيوب، يبقى مطلوب منك تسمع بعد الآن الحلقة رقم 16 اللي كانت بعنوان الفك المفترس، علشان تعرف تربط الأحداث لأنهم مرتبطين ببعض. بعد الآن. إزايكم؟ أنا علا، فاكرني؟ أنا اللي جربت لعبة الموت، أنا اللي جربت الواقع الافتراضي، أنا اللي جاي من المستقبل. عاوز أقول لكم تجربتي الأولى، رغم الأهوال اللي قابلتني وإني كنت خلاص هموت بجد، رجعت لزمني تاني. أيوه، واللعبة سجلت كل حاجة ونجحت نجاح كبير جدا. اللعبة بقى عليها إقبال ضخم جدا، وشركات كتير حوالين العالم اشتريتها من شركتنا اللي كانت مهددة زي ما قلت لكم زمان لو تفتكروا بالإفلاس. مش عايز اقول لكم اهلي لما عرفوا ان انا عملت التجربة دي من وراهم كان ايه رد فعلهم. اللي خفف الموضوع وحل اي مشكلة موضوع انتشار التجربة وبثها على الشاشات ومتابعة الناس للمغامرة وتهافت وتسابق الشركات في شراء اللعبة مني. وطبعا اني رجعت وما حصليش حاجة، ده سبب ادعى ان اللعبة تنجح وتشتهر. مع الوقت تم تطوير اللعبة باضافة خيارات للافلام، أفلام كتير وبرامج إذاعية من اللي بتهتم بالمورائيات والرعب. بيني وبينكم أنا حبيت اللعبة جدا، تقدروا تقولوا انكسر جوايا حاجز الخوف. بقيت أدخل المبنى بشجاعة واختار إن أنا اللي أجرب وأخوض التجربة تاني بدون أي اعتراضات من العاملين في المؤسسة. وكمان العلماء بعد تطوير اللعبة بقت فيه نسبة المخاطرة قليلة جدا عن الأول، بيعتمدوا على الخلفية الحقيقية للقصة أو الحكاية، وبقوا يتوقعوا أسوأ حاجة ممكن تحصل وإزاي نتفادى المخاطر دي. صحيت من النوم، بصيت لشاشة الأخبار، لقيت نفس الكلام بيتردد. العائلات المالكة بقيادة مجلس العلماء تتمنى لكم يوما جديدا مفعما بالنشاط والأمان، مع خلفية موسيقية هادية ومكتوبة على الشاشة أو في جنب كده: النهاردة استهلاكك من الطاقة 30%، نصيبك من حصة المية 40%، حصتك من الغذاء المصنع بشكل حبوب دوائية 3 عبوات، ومن غد نعود لبداية النظام الغذائي النباتي والصيام التام عن الطعام والاكتفاء بتناول العصائر المكتملة العناصر الغذائية. قلت وانا لسه قاعدة في مكاني على السرير: خلاص عرفنا ان انا لازم اهتم بصحتي، ما هي حياتنا دلوقتي بقت ارقام كده يا جماعة. بصيت جنبي وسألت نفسي: الساعة كام؟ ظهر لي مجسم لساعة قدامي بيقول: الساعة 7 صباحا، اذا كنت ستتوجه للعمل يمكنك ان تسلك الطرق الطائرة المخصصة للذهاب للمؤسسات الحكومية، وإذا كنت ترغب في قضاء يوما بين أحضان الطبيعة يمكنك أن تسلك الطرق المخصصة لذلك، مع تمنيتنا بقضاء عطلات سعيدة.
قمت من على السرير ولبست هدومي وقلت اروح المؤسسة اشوف ايه الاخبار وايه الجديد الضاف للترفيه. احنا عندنا في كل لحظة اختراع جديد الحقيقة واكتشاف اجدد. يزيد اقول لكم عشان انا بقيت مديرة قسم الترفيه، اصغر مديرة في المؤسسة. المنصب ده اللي كلفني بيه مجلس علماء الدولي على فكرة، لاني كنت سبب في ان العلماء يعيدوا تطوير منظومة الترفيه. دخلت المبنى ورحت للقسم المخصص للترفيه واخترت قسم لعبة الموت وقعدت أقلب بين الخيارات اللي ظهرت لي: أفلام رعب، أفلام رومانسية، أفلام بكل الجنسيات، برامج حصرية. قلت أجرب البرامج، إيه البرامج اللي تكون موجودة وتنفع في لعبة الموت. ضغطت على القائمة، ظهر لي برامج علمية وثائقية، ناشونال جيوغرافيك، رعب، أحمد يونس، وفي الآخر آيكون مكتوب عليها مذكرات نادر فودة. ياه نادر فودة، أنا سمعت الاسم ده كتير زمان بس مش فاكرة مين اللي حكالي عليه من أهل تيتا تقريبا، مش فاكرة. ضغطت على الاسم ظهر لي حاجات كده عشوائية، منها مكتوب جلسات الأطلال، الحوت الأزرق، الغيبوبة، النعوش الطائرة، الأسرة الملعونة، حاجات كتير. وبدأ ينطق بالصوت المعدني المعتاد: جلسات الأطلال، الحوت الأزرق، الغيبوبة، كساب، النعوش الطائرة، الأسرة الملعونة، الوقاد. العناوين تشد وجذابة جدا، واللي لاحظته ان في زي ما بيقولوا ريفيوز كده مكتوبه عن الاعمال دي انها حققت نجاح كبير وساحق في وقتها. عناوين تشد، امال الحلقات هتكون عامله ازاي؟ لقيتني بضحك زي المجانين وبقول يا ترى ايه شكل نادر فودة، يا ترى ايه اللي خلاه يدخل المجال ده، وانا هحارب نفسي ليه، ما اجرب واشوف حظي معاه، وهناك هلاقي الاجابه على اي سؤال. ضغطت أزرار دخول اللعبة واخترت نادر فودة والنعوش الطائرة، اسمها كده بالظبط يا جماعة. يمكن اللي يسمعوني من الماضي يبقوا عارفين، لكن اللي بيسمعوني من أهل المستقبل ما يعرفوش إيه النعوش الطائرة ده أصلا. قريت ملخص القصة، كانت عبارة عن قرية بتعاني من مشكلة نعش بيتحرك بدون سبب، والنعش ده لأهل المستقبل اللي من أيامي اللي بيتشال فيه الميت، بس عشان تبقوا عارفين. والنعش ده بيتحرك بدون سبب، ونادر ده صحفي ومحقق في عالم الماورائيات وراح عشان يكشف حقيقة اللي بيحصل. الموضوع مشوق. الملخص اللي مكتوب: لبست الخوذة وضغطت زر الدخول وبدأت اللعبة. في لحظة لقيتني واقفة جنب شاب في منتصف الثلاثينات لابس قميص كارو وبنطلون قماش، واقف قدام بيت ريفي كده من بيوتنا الجميلة اللي بنقرأ عنها في كتب التواريخ يعني. أكيد هو ده نادر فودة. لقيته بص في الساعة وبعدين بص لي وقال لي: هو في إيه في البلد دي؟ أنا مش عارفة بصراحة، أنا لسه واصلة حالا يا أستاذ نادر. طب بقولك إيه، تيجي نتمشى كده نشوف أي حد يفهمنا أي حاجة؟ انا عارفه طبعا احنا هنا ليه، بس يا جماعه ما اقدرش اقوله، انا هبوظ الاحداث. مشي معايا وهو بيقول لي: رئيس التحرير طلب مني موضوع يكون مرعب، ولما دورت لقيت ان البلد دي بيحصل فيها حاجه غريبه جدا، فقلت لازم اجي اشوف فيه ايه. طب يا نادر انت ما بتخافش؟ هخاف من ايه بس؟ الخوف ده شعور زي المرض، بيتنقل من اللي حواليك، بعدين لو خفت هشجع اي حد انه يستغل النقطه دي ضدي. ما تنسيش ان في مخلوقات بتتغذى على الخوف اللي جوانا. انا نفسي يا نادر اكون زيك، نفسي جدا اكون زيك، وانا بحييك بصراحه. انا عارف انت جايه هنا ليه. ايه يعني ايه عارف انا جايه هنا ليه؟ يا جماعه انا قلبي دق وترعبت. يا نهار اسود، هو ممكن يكون فاهم اللعبه دي؟ انت المدير معينك علشان عايز يعرف اللي بعمله يستحق المصاريف اللي بصرفها ولا لا؟ ما هو سخيف وبخيل جلدة وعايز يوفر الجنيه عشان هو ياخده. على العموم ريحي نفسك، انت هتشوفي بنفسك انه كل حاجة بصرفها ما بصرفهاش على نفسي.
لا والله يا نادر، هو مش بعتني عشان كده، هو بعتني عشان اتعلم. انت بس بتسيء الظن بمستر حاتم. فجأة الدنيا ظلمت، كنا المغرب وشوارع القرية تقريبا فاضية. لسه هنتحرك نسأل على بيت واحد اسمه الحاج سلام، لقينا صوت بينادي علينا. بنبص ورانا لقينا طفل صغير واقف بين مفترق طرق وبيشاور لينا، هو بيقول تعالوا تعالوا انا هوديكم للحاج سلام. تقريبا نادر ده متعود على الحاجات دي، وعشان كده ما استغربش ظهور الطفل في الوقت الغريب ده. انما انا بدأت اقلق، ما انا عارفه ان الطفل هيقابلنا وكل حاجه من الاحداث اللي مكتوبه قدامي، بس مش دلوقتي. ايوه مش دلوقتي. المهم مشينا ورا الطفل، فضل يجري من طريق لطريق لحد ما ودانا شارع تقريبا مهجور، على جهته حقل وارض زراعيه، والناحيه التانيه للشارع بيوت بتتبني لسه وبيفصل بينهم مجرى مائي زي ترعه. الطفل وقف جنب الترعه ونادر رايح وراه. مسكت ايده وقلت له استنى هنا، انت رايح فين؟ استغرب من مسكتي لإيده وقال لي بقولك ايه، لو خايف اخليكي هنا، انا لازم اعرف عايز ايه مني. وسابني يا جماعة ومشي. ببص ورايا خفت، وعناي على نادر اللي قرب من الترعة وهو بيدور على الطفل اللي اختفى. وفجأة لقيت ظل اسود كبير واقف ورا نادر وهو مش واخد باله منه. الظل حجمه اضخم من نادر فودة 3 أضعافه مثلا، شكله بيخوف. لسه هنادي على نادر واقول له خلي بالك، لقيته هو اللي بيقول خلي بالك. ببص ورايا شفت كائن غريب مخيف، ونادر في نفس اللحظة اتكعبل ووقع في الترعة. انا مركزتش مع الكائن اللي ورايا، انا ركزت مع نادر اللي في الترعة، لاني لقيت في ايدين بتخرج من المية بتشده في المية عايزة تغرقه، وهو بيعافر وبيحاول يخرج ويبعدهم عنه، وانا متخشبة في مكاني لان الكائن اللي ورايا او الظل اللي ورايا واقف حبسني من اني اتحرك. نادر قدر ينجح انه يبعد الايدين اللي بتشده لتحت. صراع بينه وبينها بصراحة، صراع شديد، وكل ما يخلص نفسه يرجع ايد تانية تظهر وتالتة تظهر فيشدوه. وانا خايفة، خايفة وانا واقف مكاني عمال اقول لنفسي دي لعبة، دي لعبة، لعبة، ما تنسيش ان دي لعبة. وتبدل المشهد، لقيت بنت جميلة واقفة قدامي في المية وبتمد ايديها وبتشاور لي اروح، وبتقول لي تعالي تعالي عندنا. الكائن الظلالي اللي كان موجود اتحرك خطوتين لورا، وكأني باخد الاذن منه اني اروح. اتحركت ناحيتها، سمعت نادر بيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما تروحيش ما تروحيش. وظهر الولد ده، الولد الصغير ظهر تاني، ولقيته بيقول سلموا على ورداني الاول، الورداني عايز يسلم عليكم، قبل ما تروحوا البيت الحاج سلام سلموا على الورداني. بالمناسبة في اللحظة دي لقيتنا واقفين في مكاننا، وكل اللي حصل ده ما كانش حقيقة. ولقيت نادر بيقول لي لما يحصل لك اي وهم او اي خيال او اي حاجة مفزعة، استعيذي بالله من الشيطان الرجيم بسرعة، واقري اي آية او حاجة فاكراها، لان دي كلها اوهام، لازم نعطل تأثيرهم من السحر علينا. انت كنت هتتخطفي، الندها كانت هتخطفك. انت شفت البنت اللي كانت بتمديلي ايدها يا حبيبتي؟ دي الندها، انت هتتعبيني في الشغلانة، انا ما بحبش حد يشتغل معايا علشان كده. انت اسمك ايه؟ انا انت رانيا صح؟ انا عارف ان رانيا دي اللي هتيجي تشتغل معايا، بس ما كنتش اعرف ان انت خام قوي كده. رانيا؟ اه رانيا، اسمي رانيا، رانيا رانيا. معرفش ليه اختار لي الاسم بتاع رانيا، مش عارف.
مشينا واحنا ساكتين وكل شوية يهجم علينا هوا جامد، ونسمع صوت سلاسل حديد بتخبط في الأرض وصوت عظم بيخبط ويتكسر في بعضه. مشينا وانا منفذة كل اللي بيقوله ان انا اتجاهل اي حاجة بسمعها. لمحنا ناس جاية من بعيد من اول الشارع، ناس لابسة جلاليب سودة وعينيهم سودة وصوت رجليهم عامل زي صوت الجنود والحشد في الجيوش وبيقربوا منا. لكن ادركت انها جنازة. الناس جسمها ضخم، شايلين نعش طوله فوق المترين او التلاتة متر حرفيا. قربوا منا، ومع قربهم ريح عاصفة هبت، ولقيت النعش بيطير من على كتفهم، ولقيت اشكالهم بتتحول لاشكال ناس عادية جدا، واحجابهم بتبقى عادية جدا. نادر جري وسط العاصفة دي وهو حاطط ايده قدام وشه ووطى. لما النعش وقع في الارض ولقى غطاه بيتزاح بشويش وبتظهر صوابع طويلة كلها عظم لونها اسود. نادر وطى علشان يشوف ده ايه. الغطا اتشال بمنتهى الهدوء، الكفن بيتقطع قدامنا، جثة قامت قعدت، ونادر قاعد قدامها زي المسحور. فتحت بقها وصرخت صرخة رهيبة، صرخة كأنها نداء، نداء لمخلوقات الجحيم. ونادر واقف مذهول قدام الجثة. في الوقت ده ظهرت البنت وبتقول لي تعالي معايا، قلتلك المرة اللي فاتت تعالي معايا وما سمعتيش الكلام، وبتمدلي ايدها علشان تاخدني معاها. حطيت ايدي على وداني عشان ما اسمعش صوتها. صوتها كان جذاب بطريقة غريبة، ساحر. لما حطيت ايدي على وداني وشها تبدل لشكل دميم مخيف، وشها محروق، جسمها فعلا كله محروق. ظهر قدامي وحواليا مخلوقات كتير شبهها، كلهم رايحين ناحية نادر. لقيت نادر بيسد ودانه زي ما انا عملت، ودقايق وكل حاجة اتبدلت. لقيتني ماشية في المشهد الجنازة مع الناس، وواحد بيقول لي يا ست مفيش عندنا ستات بتمشي في جنازات هنا، احنا مش في البندر زيكو، هنا عيب. نادر رد وقال له خلاص يا حاج معلش خلاص. خدني وقفنا على جنب وقال لي ربنا يسترها، سترها علينا المرة دي كمان، لازم نشوف الحاج سلام وبيته فين. فضلنا نلف شوية لحد ما قابلنا واحد خارج من المسجد ودلنا على بيت الحاج سلام. وكان اللي واضح قدامنا ان فيه كل اللي بيحصل ده بيمنعنا ان احنا نروح عنده. قابلنا الحاج سلام واستقبلنا بترحاب وعزم علينا بالاكل وصمم ان احنا ناكل. قعدنا ناكل ونشرب معاه الشاي وهو بيقول لنا اكيد استقبلوكم. سكتنا فقال يبقى اكيد قبلوكم. بصوا انا مش هقدر اقول لكم ايه بيحصل هنا لاني مهما قلت مش هتصدقوا، بس اتاكدوا ان السيطره عليهم سهله، بس ما يعرفش الطريقه دي غير الواثق في نفسه قوي. واذا بالمشهد يتبدل وحاجه زي شريط بيجري بالاحداث، وظهر الكائن المخيف، وإذا بالحاج سلام يصرخ وعينيه تجحظ لبرة وجسمه ينصهر قدامنا. خرجت أنا ونادر نجري نجري، وبدأت أصوات أقدام كتير بتجري ورانا، وسمعت دق. ببص حواليا لقيتني في وسط مقابر، دق على أبواب المقابر، كل الأموات بتحاول تخرج. نادر قال لي ده شيء ما يطمنش، وفضل يمشي هو بيبص حواليه ويردد آيات من القرآن. أصوات الدق وصرخات ممزوجة بيها مخيفة، وأصوات ناس بتقول لي تعالي تعالي.
أما الظل الضخم لقيته بيقول إن هو ده ظل الورداني. الأموات بتخرج من المقابر، صرخات بتهز كيان أي حد. نادر بيشدني من إيدي وبيجري، كلاب بتطردنا. نادر عمال يدعي ويستعيذ بالله، الكلاب ورانا، والورداني بيصرخ وضحكاته مخيفة جدا، والنداهة بتجري ورانا وبتمد إيدها وبتغني بصوت جذاب جدا. ونادر بيقول لي شكلها النهاية، كان نفسي يكون لينا تعامل مع بعض أكتر من كده. اتشاهدي، وإحنا هنحاول نهرب، بس قولي الشهادة. الحقيقة أنا ما قلتش حاجة. الحقيقة أنا فصلت عن جسمي كل الأجهزة بتاعت لعبة الموت. خرجت منها وأنا مرهقة نفسيا جدا، وفتحت القصة بتاعت النعوش طائرة وبدأت أقرأ، واتطمنت إن نادر ما جرالوش حاجة، وإن المغامرة دي خلصت ومر بمغامرات غيرها وغيرها وغيرها. لكن قررت في الوقت ده إن أنا لازم هعيش مغامرات كتيرة جدا من مغامرات نادر فودة. واستهواني الموضوع جدا، ولقيتني بقول يا بخت اللي عصروه واللي عرفوه واللي عاشوا القصص بتاعته في وقت وجوده وحياته. يا ترى هو عايش دلوقتي وراجل مسن، ولا هو ميت، ولا وبصيت على باقي القصص، لقيت حرفيا مئات القصص والتحقيقات اللي مكتوب عليها نادر فودة الصحفي بجريدة عمق الحدث باب ما وراء الطبيعة. وهنا كان القرار ان انا هتفرغ شوية في لعبة الموت والواقع الافتراضي لقصص وتحقيقات نادر فودة. ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك للفيديو، الفيديو اللي بتتفرج عليه سواء كان رعب او اي ما على قناة احمد يونس. اعمل سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو علشان نقدم لك اكتر واكتر واكتر. مساءك سعيد.